هذا اللقاء لابد أن أتوقف عند سيرته، لأنه هو الذي سينهي هذا اللقاء متفاعلا مع القراءات التي قدمت. لابد أن نتوقف عند سيرة كاتبه الأستاذ دكتور عبد الإله القريبس. ومن باب إفشاء الأسرار، ظل الأستاذ عبد الإله يراوغ ويداور ولا يريد إرسال سيرته إلي لكي أقدمها في هذا المحفل. اكتفى بإرسال سير الدكاترة المشاركين في اللقاء، وكلما راسلته حول سيرته قال كلاما يشي بأن الأمر ليس ضروريا، وكأنه بنيوي يتحذر من قبيلة رولانبارت وأمبرتو إيكو وغريماس الذين قتلوا الكاتبة وقالوا إن النص هو مبتدأ المعنى ومنتهاه، بمعنى أن القراءات ترتبط بالنص وليس مهما. والحال هذه، لم أجد سيرة، ولجت الشبكة فوجدت أن سيرته في مجال السياسة والحقوق وتدبير الشأن المحلي تحتاج إلى ردح من الزمن لجمع شتاتها. لملمت ما استطعت من معلومات ثم أرسلتها إليه بغية التصديق قائلا، أنا الذي قلت دورك الآن أن تؤكد صحة المعلومات من زيفها، فاستشعرت أنه يريد حذف الكثير من المعطيات ويكتفي بتعريف نفسه فقط بعبد الإله القريبس لأنها تستجمع كل هذا. عبثا حاول، فإليكم السيرة، والشيخ جوجل يؤكد ما سأقوله بالصور والمقالات والفيديوهات. مفتش تربوي للتعليم الثانوي بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالعرائش، مؤطر وباحث في مجال التربية وقضايا التعليم، حاصل على شهادة الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد الملك السعدي تطوان، حاصل أيضا على الإجازة في القانون العام من كلية الحقوق بطنجة، حاصل أيضا على شهادة الماستر في تدبير الشأن العام المحلي من كلية الحقوق بطنجة، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللسانيات من جامعة محمد الخامس بالرباط، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في اللسانيات من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الدراسات اللسانية من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، وحاصل على دبلوم الأهلية التربوية من المدرسة العليا للأساتذة بتطوان، وحاصل أيضا على دبلوم مركز تكوين المفتشين بالرباط. صدرت له مقالات منشورة في مجلات محكمة وجرائد وطنية وعربية، ومقالات أخرى منشورة في منابر ثقافية ترتبط جميعها بمجالات اللغة والفكر والتربية والقانون والسياسة والحقوق والشأن العام. صدر له كتاب المعنى المتعدد، بحث في مراتب لبس الخطاب، والذي نحن بصدد قراءته عن دار الأمان سنة 2020. كاتب جهوي سابق لنقابة مفتشي التعليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عضو اللجان الثنائية المركزية عن نقابة مفتشي التعليم سلك الثانوي، وعضو مؤسس لمنتدى جسور للثقافة والحوار.
سعيد جدا ولا يمكن إلا أن أكون سعيدا في هذه اللمة الإنسانية الأصيلة في هذا الشمع المبارك الذي أرى فيه وجوها أعرفها جيدا تحمل من الخير وتحمل من البشائر ما يعجز اللسان عن ذكره. لي مع الكثير منها صلات إنسانية عميقة دون استثناء، وأوجه التحية بشكل خاص إلى الذين أتوا من مدينة القصر الكبير ليحضروا هذا اللقاء، فأنا معتز بكم جميعا وأشكركم. فعلا هو الكلام اللي قال سعد الرحيم صحيح، كان كيتصل بيا كيقول لي عطيني السيرة ديالك، كنقول له أنا كنقلب عليها، كان باب الضحك لا غدا، ويفاجئني اتصل بيا التليفون قال لي صافي ولا ما تصيفطها لي هي عندي، وبدا كيقول لي طام طام، قال لي دخلت لجوجل، قال لي جبر فرنسي كان عام ما كنعرف ليك والو، دخل جوجل شاف داك الشيء ديالي، جوجل كيفضح كل شيء، وقلت له قول لي بغيتي دابا هانتايا قدامك. على كل حال شكرا سعد الرحيم على هذا التقديم، شكرا لكم جميعا على هذا الحضور وعلى هذا الصبر في هذا البث القائس وعلى العطلة، خاصة إلى الذين كانوا في سفر وحضروا من أجل هذا اللقاء. شكرا فضاء الثقافي التي ما فاتئت تفك العزلة الثقافية عن مدينة عائش كما قلت لها في آخر لقاء، لأن مدينة عائش هي تعاني من هذه العزلة الثقافية، ومنذ أن وجدت فضاءات ثقافية ونحن نلاحظ أن فعلا هذه العزلة بدأت تفك، وهذا شيء جميل، ونتمنى أن تظهر فضاءات أخرى لكي يكون الفعل الثقافي أكثر رسوخا وأكثر تجذرا وأكثر عطاء بالنسبة لهذه المدينة الكريمة التاريخية المعطاءة. بالنسبة للشكر أيضا لا يمكن أن يتوقف لكم جميعا ولكل الزملاء الذين حضروا معي هذا اللقاء. دب بسيم أولهم استحمد الصمدي الذي عرفته في كلية آداب العلوم الإنسانية، وهو صديق مدينة العرائش، وبعد ذلك تعمقت وتجدرت صلاتنا ومناقشتنا التي بدأت مدينة مرتيك واستمرت إلى اليوم. الصديق العزيز أيضا دكتور مصطفى العطار الذي صار أيقونة مدينة العرائش في مجال التربوي وفي مجال التأطير، وأيضا أعتز بصداقته منذ مدة طويلة، ونحن أيضا نتداول ونتواصل ونتبادل وجهات نظر في مجال التربية والتكوين، خاصة في مجال الإنسانية الذي بدأنا طويلا. ثم أيضا الصديق العزيز سعيد البكور الذي مر من العرائش ذات يوم، ولكن علاقتنا تجدرت أيضا وتعمقت، وهو ذو خصال إنسانية رفيعة وباحث أصيل ووفي هذا المعنى، وفي لتخصصه بحيث أنه ينافع عنه الذين يقرؤون كتابات سعيد بكور، يلاحظون على أنه مخلص وفي لقناعاته الأكاديمية في مجال النقد الأدبي والنقد القديم والشعر القديم والتراث القديم بشكل عام، وسواء بكتاب التدوينة دياله أو بالكتابة دياله، وهذا يعطي واحد، وكما قلت له قبيله وإحنا جالسين في الطبلة قلت له سعيد عنده واحد جرأة غريبة، هو أنه كيكتب وهو مقتنع بداك الشيء اللي كيكتب ولا يهمه الحيت بزاف الناس يمكن يكتب شي حاجه ولا يجرع على نشرها. سعيد هي مشهور ويكتب وينشر بطريقه فيها واحد النوع ديال التلقائيه، وهذا كيعطي واحد النوع ديال الثقه في الذات، او هو ربما ترجمه وتعبير عن الثقه في الذات. شكرا سعيد الذي حضر معنا من مدينه القنيطره خصيصا ايضا لهذا اللقاء. صراحه الكتاب انا نهار اللي كتبته خرج ما قريته، معكم واضح ان هذه واضحه، ما يمكنش نقراها لان عشت معاه وعاش معايا سنين طويله، ما يمكنش يرجع نقراها يستحيل. هو الكاتب الحقيقي لا يقرا ما يكتب. ايوا الكاتب الحقيقي لا نهائيا. قلت انا ما رجعش نقراها كيخاف، وملي كنرجع نقراها احيانا كنوصل لواحد بعض الجمل، خاصة اللي كيتعلق بديك الدرية المنطقية وفي الجينشتاين وشي أمور اللي قريصة في واحد اللحظة، لأن عموما الباحث اللي كيكون كيقرا ماشي هو الباحث اللي كيسالي الخدمة ديالو، عاد لاحظوا راه كلكم الحمد لله دوزتوا مرحلة البحث، ملي كتكون كتقرا كيكون عندك كما يسميه بعض الإخوان التركيز الرابع، كتكون كتقرا وانت مستنفر القدرات ديالك ومعبئ جميع الطاقات ديالك باش تفهم داكشي اللي كتقراه. اون فوا كتفهمو وكتصوغو بلغتك كدوز واحد المده تقدر ترجع له، تقدر انت بيدك تولي دابز معاه باش تفهمو، وهذا هو اللي كيوقع
دابا الان ملي كنرجع بعض المرات كاين شي امور واضحه، كاين شي امور تتطلب من خاصة ملي كنرجع مثلا للكتابات كما قلت انا ديال فيتغنشتاين والكتابات ديال سيباوي والكتابات ديال جورجاني، كنصيب شويه خصني نولي نقراها ونتامل فيها كنقول عاد كنكون كتبتها وانا مزروب ساعات كنرجع وكنرجع نقراها. طيب شنو هو موضوع الكتاب؟ لان السكيله اذا سمحتي لي تفضل. هو الذي يكتب دائما ما يطرح بسؤالا، انا الذي كتبت هذا؟ سبحان الله كيف كتبت هذا؟ فعلا هذا هو اللي كيوقع، كتبقى تقول انا كتبت هذا الشيء هذا، وفعلا دابا ملي كنرجع بكل صدق ملي كنرجع كيعجبني هذا الشيء، كنبقى نقرا كنقول والله هذا الشيء مزيان، نصوغ واحد اللغه مزيانه وكما قالوا الاخوان كيعجبني، واحيانا كنبقى نشوف كنقول هذا الشيء يعني طلب جهد. الموضوع شنو هو؟ الموضوع يتعلق بالمعنى المتعدد. ما معنى المعنى المتعدد؟ هو التعدد ظاهرة إنسانية، والتعدد ظاهرة نسقية، أنا لم أوضح، لأن كاين واحد الفئة ديال الإخوان الحاضرين معنا تخصصه ليس هذا، وبالتالي ليس من الضروري أن ندخل في التفاصيل لمناقشة ما هو أكاديمي كما قد استطعتها، ولكن عموما نحاول نلخص توجه الكتاب شنو هو؟ توجه الكتاب هو واحد الكتاب كيناقش ظاهرة ديال التعدد، التعدد الدلالي، بمعنى آخر الجملة ملي كنقولوها كطرح أسئلة حول المعنى الحقيقي ديالها. إذا كنا في مجال الفقه أو في مجال علوم القرآن أو كنبحثوا على المعنى الحقيقي وكنستدلوا عليه بالأدوات والقواعد ديالها. ملي كنكونوا في الشعر لا يهمنا المعنى الحقيقي، يهمنا المعنى الممكن، يعني المعنى اللي ممكن تبنيه بالإمكانيات اللغوية والطاقة التأويلية اللي عندك. في مجال الفقه لا، في مجال الفقه نحن نحتاج إلى أن نصل إلى معنى، وكذلك في الجانب القانوني نحن ما يمكنش يكون عندك الدستور مثلا، تصوروا لو كان عندنا الدستور فيه مجموعة من الصياغات التي تقبل أكثر من قراءة، ماذا سيحدث؟ الذي سيحدث هو أن الدولة بعدا غنشوفوا مجموعة ديال المسلكيات السياسية وكل واحد فيها كيسيب واحد السند ديالو نظري في الدستور. لذلك كتقول انا فاش قريت الدستور كنت كنقرا بعين، نقدر نقول لك شي جمله او جوج الجمل اللي لقيت فيهم بين قوسين ملتبستين. ما معنى ملتبستين؟ يحيلان الى دلالتين ممكنتين، الباقي الجمل كتصيبها مرصوصه عاديه ما يمكنش يكون فيها اكثر من معنى، لان اذا كان فيها اكثر من معنى تقتضي اكثر من سلوك، اذا كان اكثر من سلوك معناها نقدر ندخلوا في واحد. على كل حال انا فاش قررت بديت نبحث في هذا الموضوع هذا شنو وجدت؟ وجدت على انه موضوع غني طبيعه الحال. فاش بديت نقراه بديت نبحث في الموضوع ما كانش التصور ديالي اللي بديت به هو اللي خرجت به، لا انا بديت واحد التصور بسيط، المعنى كيتعدد علاش؟ ودخلت وجدت واحد العالم من الامكانيات ديال البحث، وجدته عند العلماء القرآن باحثين في علوم القرآن في إطار ما يسمى بالأشباه والنظائر أو وجوه النظائر، كانت بدأت مع مقاتل بن سليمان، هو أول كما قيل أول من تحدث عن الأشباه والنظائر. وجدته أيضا عند البلاغيين، وجدته أيضا عند البلاغيين خاصة أنا معروف دائرة الاستعارة والمجازية وغير ذلك، وجدته أيضا في لسانية الحديثة من خلال المستويات الدراسية ديالها، مثلا في التركيب كنوجدوه في ظاهرة العوب، ظاهرة العوب هي ظاهرة الإحالة، ملي كنوجدو الضمير يحيل إلى الأقرب، هذه هي القاعدة اللغوية، القاعدة اللغوية كتقول أن الضمير يعود إلى الأقرب، في حين ملي كنرجعوا القرآن الكريم في عدد كبير مثلا أن صاحب البحية النحوي في التفسير ديالو في البحر المحيط هو كيفسر إحدى الآيات هو استجد بها هنا ما كيحيلش الضمير على الاقرب، وانما يحيله على الاول اللي قال لك وعبر عنه بكلمات هو باعتباره لانه هو المتحدث عنه. ملي كنوجدوا هذه الكلمه المتحدث عنه يقدر يقال في اللسانيات ولا في التدريبات ما يسمى بالمبأر، بالمبأر الكلمه اللي عليها كدور الهضره. بمعنى اخر هذه الارهاصات الاولى الموجوده في اللسانيات يمكن ان نعود اليها ونجدوها كثيرا في النحو العربي بطريقه معينه. وجدناه ايضا في الظاهرة المعجمية،
من الظاهره المعجميه ملي كيقول مثلا ملي كنشوف واحد عنده ظروف مثلا وكيوسع المعنى كيقول لك كاين المعنى الاساسي والمعنى التعبيري والمعنى السياقي والمعنى الرمزي وكيقول لك ان المعنى الكلمه راه عندها ماشي معنى واحد عندها المعنى الاساسي وعندها المعنى التعبيري او السياقي وعندها المعنى التعبيري وعندها المعنى الشخصي المعنى الكلمه هو اللي كيعطيها المعجم الديكسيونير كيعطي واحد الكلمه هذا المعنى الاصلي ديالها شويه شويه كيجي الجماعه اللغويه البشر الجماعه اللغويه يعني المجموعه ديال الناس ولا المجتمع وكيعطيها واحد معنى اخر كيزيدها معنى رقم جوج شويه شويه كيشقطها واحد الانسان كتولي ديك الكلمه مثلا مثلا فارس كيقولوا يقدر يكون كيساوي بالنسبه للانسان الاخر الخوف وبالنسبه لواحد الانسان الجراه والشجاعه والى غير ذلك كيولي عندها كلمه عندها معنى اخر اللي هو معنى شخصي وهكذا كنمشيو مثلا للصفات كذلك كنمشيو مثلا للضمائر كنمشيو مثلا للمعجم المعجم كنوليو عاوتاني عندنا واحد الظاهره ديال كيفرقوا في الدراسات اللغويه كيفرقوا ما بين المتعدد الدلالي هذو الزملاء الاساتذه اللي معايا راه سبقنا ناقشنا معاهم كنفرق كيفرقوا ما بين المتعدد الدلالي والمشترك اللغوي كيقولوا المتعدد هو الكلمه ملي كتكثر المعاني ديالها بتطور بفعل التطور كيقولوا المشترك لا هي مجموعه الكلمات هي كلمه واحده ولكن طبقت في اماكن متعدده لذلك توجد مثلا العين هو الجاسوس العين هو العين العين هو واحد هذا هذه كيقول لك عندنا معنى ولكن تعددت معناها ماشي هي تطورت لا كل جماعه لغويه عطاتها معنى وهكذا ملي كنمشيو ايضا هنا كنميز ما بين اللبس او الالتباس باعتبار انه قاعده كما قال السي احمد قاعده ظاهره مضبوطه كيمكن نضبطوها تحليل لغوي اما هنا ملي كنقولوا التحليل اللغوي ما كنقولوش مثلا حسب المدرسه اللي كتنتمي ليها اما عالشغل بالمقوله التداوليه اما عالشغل بالمقوله التوليديه مثلا التوليديين كيقولوا مثلا جمله مثلا يسعدني نجاحك او يسعدني نجاح فلان كيقولوا او لا ذكر الجمله المناسبه ما عرفتش واش مناسبه ولا لا ولكن كيف ما كنحكي كيقول ان الجمله حينما تلتبس ما كي بالنسبه للتوليديين ما كيبحثوش على المعنى الصائب كيبحثوا على ان هل كيقول لك ان هل كيقولوا ان ان الجمله او الملفوظ يلتبس حينما يرتبط ببنيتين عميقتين بمعنى كياخذوا مفهوم البنيه السطحيه والبنيه العميقه هنا مكون تركيبي مكون دلالي بحثونا في مكون تركيبي